إدارة الفواصل الإعلانية أثناء التشغيل في الفيديوهات الطويلة. في أوائل شهر يوليو لعام 2020، أعلنا عن تغيرات مرتقبة على الإعلانات أثناء التشغيل من أجل المساعدة في تحقيق التوازن بين تحسين تجربة المشاهدة وزيادة إمكانية تحقيق الربح لمنشئ المحتوى. وتم طرحها هذه التغيرات الآن وهي كالتالي: أولًا، خفضنا الحد الأدنى لمدة الفيديوهات التي تعد مؤهلة لعرض الإعلانات أثناء التشغيل من عشرة إلى 8 دقائق، ثانيًا، تم تفعيل الإعلانات أثناء التشغيل تلقائيًا في كل الفيديوهات الحالية المؤهلة لعرضها. وتم ضبط هذا الخيار كاعداد تلقائي للفيديوهات التي سيتم تحميلها في المستقبل بمعنى ان الفيديو اللي هو اكثر من 8 دقائق يمكن ان انت تضيف عليه الاعلانات بايدك كان الاول لابد يكون عشر دقائق تمام فده ميزه جديده طرحها اليوتيوب إذا لم تكن الإعلانات أثناء التشغيل ملائمة لفيديوهاتك كان بإمكانك الإشارة إلى ذلك في استوديو يوتيوب قبل 27 من يوليو ولم نفعل الإعلانات أثناء التشغيل على الفيديوهات الحالية المؤهلة لعرضها ولم نغير الإعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات المستقبلية إذا كنت قد حددت هذا الخيار ولن تتأثر الفيديوهات التي سبق أن تم تفعيل هذه الإعلانات عليها وبذلك زي ما قلنا الفيديوهات اللي هي مدتها 8 دقائق أو أكتر يمكن لصاحب القناة إن هو يدخل من الاستوديو أو من جوجل كروم ويضيف عليها الإعلانات زي ما هو عاوز يحط إعلان 2 3 4 زي ما هو عاوز وفي الوقت اللي هو عاوز تمام كان الأول لابد يكون الفيديو عشر دقائق أو أكثر. وفقًا للإعدادات التلقائية يتم إدراج الإعلانات أثناء التشغيل في فواصل مناسبة في فيديوهاتك من أجل تحقيق التوازن بين تجربة المشاهدين وفرصة تحقيق الربح المتاحة. واذا لم يكن اعداد الاعلانات اثناء التشغيل مفعلا في الاعدادات التلقائيه للفيديوهات الجديده التي تحملها يمكنك تفعيل الفيديوهات للفيديوهات الفرديه يعني الاعدادات لو مش مسبقه معموله ان انت تضيف الاعلانات يمكن ان انت زي ما قلنا تدخل تشوف الاعلانات، وانا لاحظت الكلام ده في قنوات كبيره لعلماء ومشايخ كان من المفروض ان هم ما فيش عندهم اعلانات، واتفاجئت ان القنوات بتاعتهم بينزل عليها اعلانات، واكيد ده حاجه خارج ارادتهم وخارج سيطرتهم، زي منها قنوات الشيخ ابو اسحاق الحويني، ومنها قناه الشيخ محمد الزغبي، وعلماء كتير جدا بنتابعهم. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى تكونوا استفدتم، وما اللايك والشير وكومنت ظريف واشكركم لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته